فصيعه، ده لبس العيد. اي ولا ده ايه ده عامله كده ايه؟ الله ده عايزه تاكل معايا نبقى عيش وملح. خد يا حبيبتي، خد دوله، خد يا دوله، دي مش ممكن، دي حلوه قوي. بس هي ليه لوحدها؟ هو ده قرد قطعه؟ ده بيبقى اغلى من القرد العادي يا حبيبي. مفيش حاجه تغلى عليك يا ابي. شيرين هتغير منها موت على فكره، وهي كمان هتغير من شيرين موت. انا هملا لها حياتها موز وسوداني وكبده اسكندراني ليه كبده اسكندراني؟ ده عشان انا بقى، ما انا انا كبده اسكندراني، انا هي تاكل السوداني وانا اكل كبده، ما انا هعيش معاها. ربنا يهنيكم بعض يا حبيبي. خد يا حبيبي. يا خلاص يا اشطر واحده في فصيلتها. اشطر ايه؟ اشطر واحده في فصيلتها، طالعه الاولى على فصيلتها يعني. انت عمال تقولها لي ايه يعني الفكره؟ معاها الشهادات بتاعتها على فكره كلها. هي هي حلوه كده، انا عاوز، انا مبسوط قوي. خد يا حبيبتي اللي انت عايز، خد الطبق كله. خد تاخدي من ده، تاخدي توست. لا لا كفايه بقى، كفايه عشان الدايت اللي هي عاملاه. ونبي محمد لففها بقى في الفيلا كده، عامله دايت مكان وكده. يا حبيبتي لا هاتي دي، انا خدها، انا دي بتاعتي بتاعتي انا. بس تعملش عليك بقى مجرمة. يا شافية.